لكن خلينا نقرب من الصورة أكتر ونروح للأستاذ شريف فؤاد، طبعا المتحدث الرسمي باسم مجلس إدارة النادي الأهلي، عشان يطلعنا بشكل أكبر على تفاصيل التعاقد مع مستر باتريس كالتيرون المدير الفني الجديد للنادي الأهلي. يا أستاذ شريف مساء الفل عليك. مساء الخير يا أمير، تحياتي لك ولمشاهدي قناة النادي الأهلي ولجمهورنا العظيم، كل التحية وكل عام والجميع بخير. يعني عيد الفطر على الأبواب، يعني وانتهى شهر رمضان أو أوشك، كل سنة وأنت طيب. وحضرتك طيب. طبعا عايزين نتكلم النهارده عن تعاقد النادي الاهلي مع كارتيرون مدرب النادي الاهلي الجديد، عايزين نعرف تفاصيل اكتر عن التعاقد النهارده استاذ شريف. امير خليني اقول لك، يعني بغض النظر عن التفاصيل، رؤيه واستراتيجيه مجلس اداره النادي الاهلي بقياده الكابتن محمود الخطيب لقياده القلعه الحمراء، ما فيش شك، وللاسف ربما ده بيغيب عن البعض مننا، انه مجلس الاداره الحالي بيعمل في ظل ظروف ومناخ مختلف تماما عن اللي قبل. طموحات وامال الجمهور بيكبر. مصر مرت بحاله من السيوله، يعني طالت مدتها بعض الشيء وخلفت يعني اثار وتبعات كبيره جدا، انعكست بالتاكيد على قطاع الرياضه. حتى الان مباريات تلعب بدون جمهور، هناك حاله من الحساسيه. اعضاء النادي الاهلي امالهم وطموحاتهم كبرت جدا مع الفروع المختلفه والمقر المختلفه والرغبه في انشاء استاد. العين على النادي الاهلي باعضائه وجماهيريته وشعبيته، واي شخص يود ان يلتصق اسمه باسم النادي الاهلي. فالحال مجلس الاداره كان يعي كل هذه المعطيات، وبالتالي كابتن محمود الخطيب وضع خطه هو وقائمته من قبل الانتخابات للنهوض بالنادي والوصول به الى العالميه. احيانا بتاتي الرياح بما لا تشتهي السفن، وبيكون في بعض العقبات في طريقك زي ما حصل وتبين كلنا طول الفتره الماضيه. المدهش انه رغم انه هذه العواصف يعني كانت كفيله بايقاف المسيره، الا انه النادي الاهلي بمجلس ادارته وجمهوره الواعي واعضائه قدروا يعني يواجهوا كل هذه التحديات ويخرجوا منها منتصرين. وانا اعي كثير يخرجوا منها بكل الكلمه طبعا الكلمه. الحمد لله النهارده عندك استقرار في قطاع كره القدم، عينت جهاز فني على اعلى مستوى. النهارده حاله من الاريحيه رائعه بين الجماهير بسبب التعاقد مع باتريك كاسيرون المدرب الفرنسي الطامح والشاب اللي بنتمنى ان شاء الله انه ربنا يوفقه مع النادي الاهلي. تعرف ان اللي بيشتري النادي الاهلي، النادي الاهلي وجمهوره بيشتريه بالظبط، ان شاء الله يعني نتمنى انه يعني هو يدرك تماما حجم المسؤوليه طبعا والعمل وجماهير وما ذلك، بتنطبق عليه كل المعايير اللي اتكلمت فيها معاك قبل كده كتير بخصوص لجنه الكوره وضعها. لجنه الكوره بقياده كابتن محمود الخطيب وبتضم مجموعه ونخبه من اخلص ابناء النادي الاهلي واكثرهم خبره، بتشتغل وحاطه معايير معينه ومحدده. مجلس الاداره بالثقه طبعا في اللجنه وبيوفر لها كل الدعم. عندك مجموعه من الشباب كل واحد بيتحرك في ملف، سواء محمد فضل مدير التعاقدات، حسام غالي منسق عام الكوره مع لجنه الكوره، كل يعي دوره وبيشتغل فيه بهدوء. بس النادي الاهلي الحقيقه ما بيحبش يعني نتكلم فيه تفاصيل، لان احنا دايما بنقول ان العبره بالخواتيم، وعندما ينتهي الشيء بنعلن عنه.